بعد ما ما اقدرش عجبت. ما اقدرش يعني اكلمك في الموضوع ده لان انا يعني شويه بعيد عن اكيد. الفتوى. طيب انا فهمت وجهه نظرك ووجهه نظر هذا الفريق وجهه نظر الفريق الاخر. التعدد شرع ورحمه ده اسم المبادره اللي حضرتك يا استاذه رانيا اسستيها. لماذا هو يعني رحمه؟ تمام. اولا برحب بحضراتكم وبرحب بضيوفك، بس انا عاوزه اعلق على الاستاذه صفاء اللي قالته. المراه في الاسلام عامه فهي امرأة قيادية محاربة، بيزنس وومن من أيام السيدة خديجة، وليس حكرا على المرأة التونسية. حينما جاء الإسلام جاء لتكريم المرأة بكل تشريعاته ومنها التعدد لتكريمها وليس للانتقاص منها والامتهان. إحنا عندنا تجربة تونس فبالفعل منعوا التعدد لكن رضيوا بها عشيقة ورضيوا بها في بيوت مرخص ليها ان هي تقوم بهذه الامور قانونا موجود. مين اللي رضى بها عشيقه يعني؟ مين المراه التونسيه اذا كانت زوجه ثانيه ولتجنب الرجل السجن فيتم الادعاء انها عشيقه وليست زوجه وبهذا يرضى بها القانون. القانون لا يرضى بها زوجه ثانيه ويرضى بها عشيقه. انا عندي هنا بعض السوابق القضائيه بالإضافة للقوانين الموجودة لبيوت الدعارة والتي تمنع العزاب أو غير المتزوجين من دخولها، وأن على هذه البيوت يوجد من الضباط من يمارسنا نقدر نقول هم ثلاثة بيوت ثلاثة أحياء ولا زالت موجودة. هي ثلاثة أحياء ثلاث احنا بنتكلم في تونس كلهم 12 مليون. طب خلينا في مصر، خلينا في مصر.